بتوجيه من السيد مدير ديوان الوقف السني في محافظة نينوى الدكتور يوسف العبد ربه، جئنا اليوم إلى ملعب نادي الموصل من أجل مؤازرة فريقنا فريق نادي الموصل في هذه المباراة المهمة، وكذلك من أجل أن نوصل رسالة إلى العالم من خلال هذه القناة الموصلية الفضائية لقضية الرد على الإساءة التي حدثت قبل أيام للقرآن الكريم، حيث جئنا بعدد من نسخ المصحف الشريف ويقوم اللاعبون برفع هذه المصاحف أمام الجماهير في رسالة واضحة للرد على كل من يحاول أن يسيء إلى كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب العظيم الدستور الخالد القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للعالمين. والرد على هذه الإساءة يكون من خلال مسار حضاري يكون على أصعدة متنوعة على الصعيد الفكري والعلمي من خلال الإيقان والاعتقاد بأن هذا الكتاب العزيز قد حفظه الله تبارك وتعالى، حيث قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تبين مزايا القرآن الكريم وأنه رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالم أجمع، وأن الله تعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب العزيز. وكذلك على الصعيد العلمي ومن خلال أيضا إظهار الإعجاز العلمي في هذا القرآن الكريم، وهذا مسار مهم جدا في الرد على كل المتقولين على القرآن الكريم، وكذلك من خلال المجال العملي من خلال إعادة الاتصال بالقرآن الكريم وإعادة النشاط القرآني. ولذلك نبتهل هذه الفرصة للإشادة بالمشروع الذي أطلقه ديوان الوقف السني، مشروع الألف حافظ في العراق. نستذكر هذه الحادثة البشعة التي حدثت قبل أيام، ولا سيما في حرقهم لمصحف الشريف كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. فهنا عندما ننظر إلى هذه الجريمة البشعة لا يسعنا أن نستنكر أو نسجب أو غير ذلك من هذه الكلمات، وإنما أن ننظر اليوم بمنظار آخر وننظر إلى ذلك الأمر وإلى هذه الجريمة من طريقين. الطريق الأول هو الرد على مستوى دولي، وذلك بمعاقبتهم ومحاسبتهم، بمحاسبة ذلك المجرم ومن حماه ومن يرعاه ومن ينصره ومن يقف معه على سبيل وعلى مستوى الدولي وليس فقط على مستوى الشخصي الفردي. أما المنطلق الثاني وهو المنطلق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ذلك بأننا جميعا نجعل كتاب الله عز وجل نصب أعيننا، نحفظه، نفهمه، نفسره، نعلمه للأجيال، نحفظه لأبنائنا وبناتنا، نرفعه في القلوب وفي الأرواح قبل السماء. فهنا الإنسان عندما ينظر إلى هذه النظرة العملية، هنا نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أقوى رد وأقوى سلاح أمام من يتهجم إلى ديننا أو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى بأن هذه الهجمات إنما هي هجمات متوالية على كتاب الله عز وجل وعلى ديننا الحنيف. وهنا اليوم إذ وقفنا في هذا الموقف وفي هذه الفعالية التي يرفعون بها الأبطال كتاب الله سبحانه وتعالى في سماء نينوى المباركة نينوى الحدباء، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، وأن يجعلنا ممن يحفظونه ويحفظونه ويعملون به وينصرونه إلى قيام الساعة.